an instrument for practice, for examination and for practice. في instrument you just do examination. في instrument هي اللي بتخدم بها. بتدير بها scaling, بتدير بها root planning, بتدير بها كيلو تاني. قلنا ان الانسترومنت اللي بتستعمل الاكزامينيشن شنو هي؟ تمام هدينا. وفي البريو دين عليها بريزنت البروب صح ولا لا؟ قلنا ان البروب استعمالاتها ايذر فور ديتكشن اند ميجرمنت. يعني بلا بروب ما تقدرش تقول ان البيشن هذا عنده بوكت, ما تقدرش تقول ان البيشن هذا عنده بليدنج. لازم يقعد عندك انسترومنت فور اكزامينيشن, معناته البروب يوزد فور detection and measurement. تمام. وفي additional instrument مرات نستعمله مرات لا, اللي هو الاكسبلورر for detection of even the carousel والكالكولوس. كنا في كالكولوس ولا لا؟ احنا نخافه من الشارب بوينت بتاع الاكسبلورر, لذلك نفضل استعمال البروب لان planted end ما هو الشارب. وعندنا قلنا instrument used for practice. البراكتس يختلف, either you are going to practice supragingival or subgingival. for supragingival قلنا عندنا instrument شنو يسموا فيها؟ كأنكم تتذكروا sickle scaler. sickle scaler عنده أنواع مختلفة. وعندنا instrument for sub اللي هي أكثر شيء curate. curate تستعمل for scaling, root planning and curettage. وعندنا instrument استعمالها توا أقل, يعني قاعدة كأنها history like الهو والشيزل والفايل. هذيما لما يقعد عندي firm subgingival calculus or altered or necrotic cementum subgingivally بنحاولوه. هذيما كلهم are considered as manual instruments. since I have manual معناها أكيد عندي electrical صح ولا لا؟ اللي هم هذيما شيني sonic and ultra sonic. قلنا ان عندنا فرق ما بين السونيك والالتراسونيك. شنو هو؟ من ناحيه السبيد, من ناحيه الايفكت, من ناحيه الديزاين نفسه. قلنا ان السونيك ديما بيقعد بارت اوف ذا دنتال تشير, نفس اللي قاعد هنا بارت اوف ذا دنتال تشير, بمعنى ان الفورس بتاعته من وين جايه؟ من التشير نفسه. تمام. لكن الالتراسونيك از ا سيبريت ديفايس. كده اللي شاف قبل في عيادة خاصة ولا هيك بيقول بروحة, معناه عنده شنو الفورس بتاعته تختلف. هداك أقوى وهداك اللي بيدير لي مشاكل بعدين في الإمبلنت, بيدير لي مشاكل في شنو في البورسلين بوندد ريستوريشن. تمام. وعندنا قلنا إنسترمنت تانية يوز فور وين تدرت سكيلينج. when you do scaling yes معناته الروت سيرفيس أو التو سيرفيس بيقول رف, you should smooth the surface لأنك أنك عدرف بيقعد ريتنتيف فور فلاك, معناه أنت ما درت شيء, لازم يديه بوليشن. قلنا عندنا رابر كبس and brushes used for finishing. وعندنا أنواع جديدة اللي هي في واحد compressed air. compressed air لو بتشوفوه بعدين في الصور. compressed هاد air كيف يخدم؟ نفس قصة الزواق متاع السيارات, كان تشوف الزواق قبل وفي بخاخ هيك بيديروا فيه, نفس القصة. هذا البيست شكل بخاخ. تمام. لو نشوف الانسترومنت يوز فور اكزامينيشن, لو هذيما ديفرنت تايبس اوف بيريدونتال بروبس. في بروبس خديناها في المحاضرة ما هيش موجودة هنا, والبروبس اللي عندنا هم هدينا. هذا شيني color coded, هذي يسموا فيه ماركوس او الماركيز. color coded ماركوس اور ماركيز. التقسيمات متاعته 3-3-3 لعند 12. وفي انواع التقسيم بتاعه بيقعد هيك مثل هذا, نهاية الأسود هنا بداية الأسود الثاني, هذه 2. واضح إنها ما هيش 3 صح ولا لا؟ واضح إنها 2. لكن النوع الغالب 90% منهم مقسم 3, معناها من هنا حتقعد 3 من أول الانسترمنت لعند بداية الأسود 3, وهذه 3 وهكذا يخلص في الـ 12.
هذا يسموه الماركوس او الماركيز كلر كودي. هذا هو مروا عليك. أنا دكتور في الأسود اللي يجي يسلق اللون الأسود. لا 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 راجب النسبة أني تولى مندير الإكزامينيشن خطوط السوداء هذه فور ديسكريمينيشن. أنت حطها كأنك حطيتها هيك فاست البوكيت أو السلكس من غير الأسود هذا مع القسم تاعت البليدنج والدبريس ما عادش تشبحها هذه تقدرش بالضبط تقول قديش. لكن لما يقعد عندك هيك كلر كودينج تعرف إنه مثلا بأول الأسود وسط الأسود بآخر الأسود هيك بنقوله. إن مثلا لما نقوله 3 ملي معناته فين بداية الخط الأسود صح ولا لا؟ 6 ملي نهاية الأسود وهكذا. آمين. مرة في سعلان واجدات منكمل في صور واضحة بعضهم نعطيها لكم وحتى شيء انسترمنت كاملة مع اللقاط غالي الساس اللي غالي كلها دول اللي نشرحوا فيها هذا كلها قاعد غالي. تمام. بعدين عندنا انسترمنت ثانية بالنسبة للإكزامينيشن قلنا each American University دارت بروب بروحها. معظم الأسماء مشتقة من شيني من أسماء جامعات مثلا الويليام University of Michigan. University of Michigan دارت 2 بروبس أو ما يسمى بالO بروبس. الأول اللي هو University of Michigan O بروب with William Marking والثاني اسمه University of Michigan O بروب. هذاك تقسيماته 3, 6, و8 نفس القسم بتاعت الماركوس اللي قلناها. مرات الاثنين يجيك في الوسط ويجيك في الاول او يجيك في الاخير نفس القسم بتاعت اوبروب 3, 6, و8. This is University of Michigan اوبروب with William Marking. الويليام كيف تقسيماته كيف ما قلنا قبل من 1 لعند 10 يعني بدايته 1 ونهايته 10. وعندك انكم شايفين في منطقتين هنا وهنا بيضة ما فيهاش تدريج. هذا مكان ما فيه الأربعة والستة باعتبار ان الأربعة بداية severity of disease او تحويل السلكس into pocket والستة بداية severity وهي عندها قصة بتاعت الويليامز ان الشخص اللي دار قبل ايه عنده ضعف نظر كيف وكيف زكريا ودار القصة هذه لأنك أنك عادت كلها مدرجة تقدرش تقول أنا التدريج قريب من بعض تقدرش تقول إنها لا والله هذه 3 هذه 4. لكن لما يكون عندك مكان فاضي تركز فيها الحكاية صح ولا لا؟ فهذا يسموه فيه ويليام إيه. هذا أكثر واحد محبوب ويستعمل بلانتد إيدج. بلانتد إيدج من هنا سايد الثاني لاحظ إن هذا سيرندريكال سيرندريكال إنشير وهذا فلات فرق سبب معناه فلات نفس التقسيمات ونفس القصه بتاعت الاربعه والسته يختلف في شنو في الفانكشن. هذا يوز فور بوكيتنج ديتكشن اوف بوكيت اند سو اون ممكن حتى تدير به شنو كانك ايش عنده بليدنج ولا لا يعني هذا ممكن يخدم فور ديتكشن اوف بليدنج. هذا بناخذوها بعدين في الاكزامينشن لما نجي نديروا بليدنج للبيشنت يو جاست سلايتلي انتر ان ذا مارجنال جنجيفا وليس ويز فورس جست سلايتلي كانك بتمشي عليه كانك ترسم لايك ذس كان في انفلاميشن ولا بليدنج طول بيبان عليك ايذر يقعد سبونتينيوس طول يجيب بليدنج ولا تمشي انت ما عادش تراجعها شوي ثاني بتجي تلقى شنو بدا في خط بتاع بلط هنا اور ديتكشن اوف بوكيت. تمام. هذا نقيته فيه الويدس بتاع الاتاش جنجيفا شوفوا هل هو sufficient ولا لا ان هل عندي sufficient ودد كاني بندير جراحة مثلا. في انواع surgery ها بروب شيني ايام اعطيه من غادي فالمرة تعطيه
سيلكشن اوف سيرجري يعتمد على شنو؟ على الويدت نتاع الفتاش جنجيتال. في انواع واجده من الفلابس بنديروها، في شيء اسمه ابيكال ديسبليس فلاب، في شيء اسمه موديفايد هيدمان فلاب. القصه هي تعتمد على الويدت. في فلابس بنستعملوها بنزيدوا بها الويدت، وفي فلابس ما ينفعش تندار لو ما قعدش عندي سفيشنت ويدت. منبيش نخش في برنامج تاني. القصه المهمه في الموضوع ان الويدت بتاع العتاج الجنجبه هو اللي يحدد نوع اوف اور تايب اوف تريتمنت اور تايب اوف سيرجري، وهذا نقيسه به الويدت بتاع العتاج الجنجبه. تمام، مروه. شوف تجي واحد اثنين ثلاثة أربعة مش قاعدين خمسة مش قاعدين تجي حوالي تجي بدل